مشاهدينا، بالرجوع لموضوع وسط البلد والحفريات، الآن طبعا المشروع، مشروع الحفر متوقف، مشروع عبارة وسط البلد. حينضم لنا المهندس المدير التنفيذي للطرق في أمانة عمان، المهندس رائد حدادين. مهندس رائد، مساء الخير. مساء الخير لك ولكل المستمعين والمشاهدين. أهلا بك يا سيدي. الآن المشروع متوقف، كم يوم صار له متوقف؟ المشروع أول شيء إحنا بنحكي قاعدين عن مشروع عبارة وسط البلد. تمام. هذا أحد المشاريع الاستراتيجية لأمانة عمان الأربعة اللي شغال الآن، بالإضافة إلى المشاريع الاستراتيجية التي انتهت في شبه بدران وأكثر من موقع في أمانة عمان. هلا إحنا عندنا شغالات أربع مشاريع استراتيجية، عندنا مشروع وادي القمر وشارف على الانتهاء، وعندنا مشروع جنيفا وكمان شارف على الانتهاء، وعندنا مشروع في وادي الطي في منطقة خريبة السوق. نعم. وإن شاء الله خلال بنهاية شهر 2 يعني راح يكون منتهي هذا المشروع. إحنا الآن عن مشروع وسط البلد والذي أثيرت حوله الكثير يعني من التساؤلات. هذا المشروع يمتد من ساعة من 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 إشارة مجمع رغدان باتجاه ساحة النوفية اللي هي في أمانة عمان الكبرى. تمت من أمانة عمان، تم هذا المشروع أو تم العمل على هذا المشروع بعد الدراسة الهيدروليكية لمنطقة عمان بعد التغير المناخي الذي حدث في أكثر من في 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 أكثر من دولة، وإحنا كدولة كمملكة أردنية هاشمية تأثرنا بالتغير المناخي. نعم. فزادت عنا نسبة هطول الأمطار وزادت عنا نسبة أو مدة هطول الأمطار بالعواصف المطرية التي تحدث بين الفين والأخرى يعني في مواسم الشتاء. نعم. اللي صار عنا بأمانة عمان، إحنا يعني عادة بعد كل منخفض جوي نقوم بدراسة المواقع التي المواقع الحمراء اللي فيها دائما فيها مشاكل ارتفاع منسوب المياه. نعم. واحد من هالمواقع هاي كان وسط البلد، فكانت الدراسة على إنشاء عبارة صندوقية أو تحويل جزء من المية أو عمل خزانات. فعادة بدول العالم كلياتها عندما يحدث أي فيضان يتم دراسة الموضوع بثلاث مناحي. المنحة الأول اللي هو تحويل جزء من هاي المية باتجاه آخر عن السيل اللي بيحدث فيه الفيضان. درسنا هذا يعني عم ندرس بهذا الموضوع من خلال الشبكة الإسلامية، وإن شاء الله خيرا يعني بحاجة إلى دعم بهذا الموضوع، وإن شاء الله ستحول جزء من هاي المية باتجاه سد الكفرين. نعم. المشروع الثاني شغالين فيه مع الأمم المتحدة اللي هو إنشاء خزانات، وهذا كمان صعب جدا لأنه لعدم وجود قطع أراضي فارغة غير مملوكة للعام إنه نسوي فيها هاي الخزانات. الموضوع الثالث واللي إحنا اشتغلنا عليه واللي شغالين عليه اللي هو مباشرة توسيع العبارة القائمة. هل العبارة القائمة هي مساحتها المقطع في العبارة مساحتها 48 متر بالصب على 34 متر وبالصب على 26 متر. نعم. فالمشكلة عندنا التالية بهاي العبارة القائمة حاليا فيها خط صرف صحي 1500 ومعمول له انكيسمنت مغطى بالاسمنت. نعم. هذا ماخذ من جسم العبارة بحدود 3 متر بمترين ونص تقريبا. فيعني هذا كمان عبارتنا اللي موجودة فعليا يعني مقصوص منها جزء منها. فلذلك المساحة الفعالة لدينا هي 48 زي ما حكينا 34 و 26 متر مربع. هذول المساحات هاي تيجي من شارع قريش، اول شيء من شارع قريش من أمانة عمان باتجاه جسر الحمام، من جسر الحمام باتجاه أمانة عمان، وتحت أمانة عمان للمعلوم لمن لا يعلم انه هاي العبارة بتسير يعني مسيرها تحت مبنى أمانة عمان، تحت مبنى المكتبة. فلذلك يعني هناك في عندنا منطقة تخنيقة، وعندنا بعدها امام المدرج الروماني كمان تخنيقة اخرى. فلذلك يعني أمانة عمان ارتأت انه خلينا نقول بالحل الثالث وهو متاح لدينا، عملنا له توسع للعبارة باتجاه
الشارع الرئيسي اللي القائم قديما، واللي اعتقد واللي هو هذا الجزم فيه انه امانه عمان كانت جريئه باتخاذ هذا القرار، لانه الشارع اللي موجود حاليا هو شارع يمتد من المدرج الروماني من مجمع رغدان باتجاه امانه عمان الكبرى ساحه النوافير. نعم. فلذلك من هون لهون تقريبا المسافه بحدود 900 متر و1000 و1700 تقريبا، عم نحكي قاعدين بحدود ال1600 متر المسافه طول الخط اللي احنا بدنا نشتغله. المشكله عندنا التاليه، احنا مباشره من اول ما باشرنا بالاعمال يعني خاطبنا الشركات التي لديها اتصالات لديها خدمات في هذا الشارع، واللي من 70 سنة تقريبا يعني ما حدش تجرأ وفتح هذا الشارع، أول إشي لخطورته، ثاني إشي للخط الشريان تبعه اللي هو خط السير تبعه عمان، يعني غرب عمان مع شرق عمان مع الزرقاء مع مادبة، يعني هذا الخط متصل دائما وهو من الخطوط الشوارع الشريانية والرئيسية في عمان. وكمان بالنسبة لنا احنا ترى هو من الشوارع اللي بنسميها حتى كمان مسؤوليتها للصيانة والزفتة، هو من الشوارع النافذة، يعني هو بربط محافظات مع بعضها. نعم. فلذلك هو يعتبر من الشوارع النافذة، وحتى مسؤوليته المسؤولية تبعته هي مسؤولية وزارة الأشغال بال خلينا نقول بالعرف بالقانوني قانونيا. أمانة عمان أخذت على عاتقها وباشرنا في المشروع وخاطبنا جميع الجهات بما فيها وزارة السياحة والآثار، ومن من 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 باشرنا بالأعمال واجهتنا كثير من المشاكل، أولها وجود خدمات منها خط صرف صحي موجود في منتصف العبارة منتصف الموقع وهو محفور تقريبا وهو شرياني بالنسبة لمدينة عمان، خط المجاري هذا، فاضطرينا انه اخذنا عملنا دراسه، لذلك توقفنا في بدايه المشروع مده بسيطه جدا لدراسه نقل هذا الخط او التعامل معه داخل عبارتنا. فخلينا نقول الدراسات لدينا نقلناها على جنب على جنب العباره وباشرنا في الاعمال واشتغلنا. وزاره السياحه والاثار كانوا مديريه الاثار كانت معنا دائما على دائما باثناء الحفر، وأثرنا أنه كمان مشان ما نزعج السير ما إلى آخره كان عملنا دائما يختصر في الفترة المسائية خلال فترة الحظر. نعم. وأيام الجمعة اللي فيها حظر اشتغلنا على مدى 24 ساعة. مدة المشروع قيمة المشروع 2 مليون دينار تقريبا. نعم. تسألني هلا رح تسألني سؤال تقول لي ليش ما باشرته في فترة الكورونا؟ نعم. أقول لك لأنه احنا كان مخطط ضمن تخطيطنا الاستراتيجي أن نبدأ أن نباشر بهذا المشروع بواحد أربعة تقريبا، لكن علينا أن نطرحه بالجريدة الرسمية. طيب مهندس الآن واقع الأمر أنه صار في آثار والآن بدرسوا الخيارات، ماذا لو كان القرار بأنه لا يوقف العمل بالمشروع؟ ما هي الخيارات الهندسية المتاحة لكم في الأمانة؟ لا يوجد عندنا أي خيار هندسي متاح، يعني ستكون حلولنا عرجاء بهذا الموضوع. لا يمكن خلينا نقول الاستفادة من الدراسة تبعتنا اللي حطيناها للمشروع إلا بالوصول إلى الجامع الحسيني كمرحلة أولى في العملية في عمليتنا كاملة. الوصول للجامع الحسيني بيخفف تقريبا بحل 50% من المشكلة القائمة في موضوع ارتفاع منسوب المياه في وسط البلد. نعم. احنا اشتغلنا 24 ساعة على 24 ساعة وذلك للسرعة في الأعمال، من أجل لأنه احنا نعمل في وسط تجاري نشط، في وسط تجاري بالناس كمان نرخوا احنا يعني أكثر ما أرهقته الكورونا، فلذلك عملنا على مدى 24 ساعة. مدة المشروع كانت 8 شهور لكن عملنا بالمشروع على مدى 24 ساعة وما تم إنجازه لغاية الآن بفترة قياسية عالية جدا. باشرنا في المشروع ب 21 تسعة والآن أقل من 3 شهور صرنا منجزين تقريبا
من الأعمال الإنشائية بحدود 60%. طب الآن لو تاخذوا ضوء أخضر باستكماله كم بدكم وقت كمان؟ كم بدنا للاستكمال؟ هلا احنا خلينا نقول على الورق احنا من لازم يعني مدة المشروع بينتهي ب 21/4، لكن على فعليا ان شاء الله اقرب بكثير بكثير مما تتخيل. يعني المرحلة الاولى اللي كانت تتطلب مدة طويلة انجزناها باقل من شهرين بشهرين ونص تقريبا. نعم. يعني ملتزمين بالعمل 24 ساعة وعلى مدار الساعة الخمس أيام أو ست أيام اللي تعطلناها هذولا كان ممكن نكون واصلين تقريبا يعني بحدود ال 50 متر أو 70 متر من أصل 300 متر. يعني خلينا نقول قدر الله ما شاء فعل، لكن كلنا ثقة في الآن الموضوع لدى اللجنة الاستشارية العليا للسياحة للآثار، وكلنا ثقة في أمانة عمان بقرارات هذه اللجنة. قراراتها راح تكون صعبة متأكدين 100%، كما كان قرار أمانة عمان صعب جدا في المباشرة بهذا المشروع. القرارات التي ستتخذها هذه اللجنة راح تكون قرارات صعبة جدا، أعانهم الله على 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 قرارهم. بالأخير السلام أكيد راح يأخذ بعين الاعتبار سلامة المواطنين. غرق عمان أو خلينا نقول غرق ارتفاع منسوب المياه في وسط عمان ليس من الشيء السهل. ارتفاع المنسوب يعني خراب الآثار الموجودة، سبيل الحريات، خراب شو اسمه الأوديو ومدرج الروماني، يعني كمان هذولا آثار تاريخية معلومة لدى الجميع. يعني باعتقادي أنه كمان المحافظة على هاي الآثار من ارتفاع المنسوب مهم جدا لدى الجميع. القرار صعب، أنا مستوعب هاي الشغلة، ونحن لدينا الثقة الكاملة في اللجنة وفي قراراتها وسنلتزم بها. نعم المهندس رائد حدادين، إن شاء الله أنه فعلا يكون في قرار يعني يراعي جميع الجوانب. المدير التنفيذي للطرق في أمانة عمان، شكرا جزيلا لك. الله يعطيك العافية.